بحس صفاتي بتنطبق مع صفات رواد الأعمال بالعالم، فعشان هيك أنا بعتبر حالي رائدة أعمال بالأردن. والله رائد الأعمال أولاً بيأمن بحاله وعنده مثابرة وعنده رؤية ثاقبة، وبحس هو أولاً متفائل، وبحس إنه النجاح رح يجي له لأنه عارف وين بده يوصل. فهاي الصفات بتخلي الواحد إنه فعلاً يكون ريادي، وزائد إنه هو بصمم إنه يعمل إشي مختلف عن إشي كان موجود بالأول. يعني لو كان في أي نوع من الأعمال معمول بطريقة، هو بعملها بطريقة مختلفة، لأنه بحس هاي الطريقة المختلفة هي اللي أنسب ولا راح تخلي عنده نوع من الميزة النسبية. يعني أكتر إشي كان مخيب للأمال لما تثقي بالناس وما يكونوا أهل الثقة. يعني أعطيكي مثال، إجيت أصدر أنا مرة لدولة عربية ووثقت بالناس اللي أصدر لهم، وبجوز كان في خطأ مني إني وثقت زيادة عن اللزوم. يعني الثقة زيادة عن اللزوم زي ما بقول القانون لا يحمي المغفل، كان لازم يكون فيه أوراق مكتوبة. فثقتي بالناس هي أكتر إشي عانيت منه لما كنت أثق بالناس وما يكون أهل الثقة، وأكلت شوية مقالب إنه ما ناس دفعت لي لما كنت أصدر، غير لما صرت أقول لا عمي أنا ما بدي أغير حالي إني أبطل أثق بالناس مشان أعمل البزنس تبعي، لا بدي أضل أثق بالناس ولكن بطريقة علمية أكتر، طريقة مكتوبة إنه أنا تحميني. لأنه لما عانيت إنه ما ناس دفعوا لي حق البضاعة اللي بعتها كان كتير بالنسبة إلي محبط. وأكتر إشي أنا بحبه لما ناس تقول لي إنه مثلاً إنه أنتي قدوتنا، أنتي عم تعطينا نحس إنه إحنا في أمل بالمستقبل، إنه آخر الطريق في أمل. فهذا كان كتير من أكتر الأشياء اللي بتفرحني فيها، زائد نجاحي بعملي، النوعية اللي أنا بنتجها، نوعية الإدارة اللي عم بعملها اللي كانت ينضرب فيها المثل. يعني واحدة من الأشياء أنا كنت تأخذ قصتي وتدرس ببعض الجامعات اللي بأمريكا اللي كانوا يدرسوا عن سيدات أعمال بالمنطقة العربية. هلأ مشان الواحد يصبح رائد أعمال ناجح في صفات معينة زي كأنه بيقولوا هدول هي الريسيبي أو هي للنجاح. أحد هاي الأشياء إنه الواحد يكون متفائل وعنده يضل يطور حاله، ودائما أي إشي جديد بالإدارة وبالهذا دائما يطور حاله ويتعلمها، ويكون مثابر ويكون عنده رؤية ثاقبة ويكون واثق من حاله وعارف إنه وين بده يوصل. يعني ولازم يكون عنده خطة وين بده يوصل، يعني خلال 5 سنين 10 سنين بدي أعمل هذا العمل تبعي، وين بدي أوصل، إيش رؤيتي إلها، وأبدأ أحضر حالي لا بدي أعملها. فإذا يجب أن يكون عندي خطة عمل، لازم يكون عندي التيم اللي بيساعدني لأوصل، لأنه الواحد لحاله ما رح ينجح، ما بيعرف كل شيء. فلازم يآمن إنه يشتغل مع الجماعة ويعرف وين بده، ويعرف وين بده يوصل وليش بده يوصل. بالبداية اللي آمن فيه والدي وزوجي، يعني لو ما كان عنده آمن فيه كان ما كان داعم كبير إلي. فزوجي هلأ داعم كتير، وبناتي، أنا بناتي واحدة معي بالمحل تشتغل، واحدة بشركة الاستشارات، حاسين إني أنا قدوة، فعشان هيك هن داعمين إلي ودائماً بحسوا هن يعني كتير فخورين باللي أنا وصلت له. من يعني أنا من ولا إشي، يعني ما كان معي المصاري، يقول لي لما بدك تفتح المصنع وإذا خسرتيهم أنت لساتك متجوزة جديد، لو راحوا كيف بدك ترجعيهم؟ أقول لهم لا، راح أنجح وراح أصمم إني أنجح، وإذا أنا اشتغلت صح وأمان بحالي الشخص بصح راح أنجح فيه. فهي هن هلأ الداعمين إلي. شوفي دائما إذا كان الواحد هو الليدر بالماركت، لو إجا واحد إجا حاول يقلده خلص بتصير، خلص صارت شوكولوغرافي، عملوا زي شوكولوغرافي. فمهما عملوا في عندك ميزة نسبية ما بيقدروا، مش موجودة عندهم، لأنك أنت كنت سباقة بهذا الموضوع. بجوز ينجحوا، هذا راح ينجحوا ويسبقوني إذا أنا ضليتني واقفة محل ما أنا، ولكن إذا طورت حالي أنا وكنت نوع عندي مرونة وكنت طورت حالي بالطريقة الصح وبالوقت المناسب، ما حدا رح يقدر ينجح ويسبق اللي كان قائد بـ 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 بالسوق، لأنه عرف إنه في
ناس رح يدخلوا على السوق وعرف شو نقاط ضعفه وطورها والواحد لازم يعترف بأخطائه، ومش عيب الواحد يخطئ، ولكن ما يخدها زي كأنها إشي شخصي وتحبطه ويقول لا خلاص. لا، لازم يخدها كنوع من الحياة. ما في حياة بدون فشل، ما في حياة بدون إحباطات، ولكن الأساس الواحد كيف يقدر يتخطى هذا الإحباط وهذا الفشل وتعطيه دافع لقدام إنه ينجح. البلد عنا فيها قدرة عالية إنه إحنا ننجح أكثر من ما كنا. يعني إحنا الأردن كانت معروفة سابقة كل الحوالينا، للأسف عم قدرتنا ميزتنا عم تتراجع والحوالينا عم بسبقونا كتير. أنا بأمل إنه بالوقت اللي عم نعطيه والناس اللي عندهم أفكار شبيهة بأفكاري نقدر نحط الأردن زي ما كانت بقوة تنافسية عالية، وضع اقتصادي عالي، ويأمن الشباب بحالهم ونخليهم جزء من القرار ويكونوا هن الأساس بنجاحنا. فعشان هيك أنا حاسة إنه إحنا عم نتراجع. اللي عم بيخليني بدي أعطي وأنهر إنه عنا هالقدرة، عنا القدرة اللي تخلينا إنه نتميز، ولكن مش عم نستغلها زي ما لازم. فإن شاء الله نستغلها وأكون أنا جزء من هذا التغيير اللي بده يصير. مهمين جداً الشباب، أمل المستقبل، المجتمع أساسي جداً ببنية البلد ونجاح البلد. التأثير الإيجابي بيساعد على النجاح، والتأثير السلبي بحبط الواحد بخليه محبط. أنا لينا هنديلة، أسست شركة فيلادلفيا لصناعة شوكولاتة سنة 1992، وكان أول مصنع بصنع شوكولاتة ألواح اللي هي بسموها شوكولاتة الحقيقية. بسنة 2008 بعت حصتي بالمصنع وقررت أعمل مصنع جديد اسمه شركة رسومات لصناعة الشوكولاتة، وهي الشوكولاتة اللي بنرسم عليها وبنكتب عليها أي شيء بخطر على الإنسان. وفي شركة عمون لصناعة سكاكر بنصنع الجامي بيرز اللي هي مطلوبة للأطفال. وفي هلأ بصدد بداية مصنع لتصنيع الشوكولاتة المطلوبة بالسوق المحلي. Thank you.